تعالوا نرحب مع بعض بالفنانة الكبيرة الجميلة فاطمة عيد. بنرحب بحضرتك، كل سنة وانت طيبة. أنا اللي برحب بيكي وبرحب بحبايب المشاهدين في كل مكان. والله احنا حضرتك النهاردة، احنا يعني عايزة اقول لحضرتك التفاعل الرهيب على السوشيال ميديا ان حضرتك جاية النهاردة، يعني بجد حب الناس. حضرتك فنانة كبيرة وانا سعيده وليا الشرف ان انا قاعده مع حضرتك حقيقي. ده انت محظوظه اكيد. ان اجي مخصوص، وبعدين صاحب القناه الاستاذ محمد اسماعيل راجل من الناس الافاضل طبعا المحترمين، اذا كان هو ولا المدام بتاعته ولا اولاده. ده حته شخصيه الحقيقه، يعني اللي يعرفه يقول يا ريتني عرفته من سنين فاتت. والله احنا برضو بنقول يا ريتنا شفنا حضرتك من سنين فاتت. يا ربنا يخليك يا رب. دايما حضرتك بتحرصي على مواكبة الأحداث بأغانيكي، عبرت لنا عن كل الأحداث تقريبا اللي عشتيها بأغانيكي. فيش كلام، حسنين ومحمدين وحيلة أبوها، يعني كل حاجة فعلا. الشوكولاتة والشوكولاتة وخالي البيت. لا يعني أنا رصيدة 800 أغنية. لا الحقيقة مشوار عظيم. أنا فرحانة بنفسي وفرحانة بجمهوري في كل أنحاء العالم، بأن حب ربنا ليا ودعوة أمي ليا ده مخلي الناس تحبني. صح، وده لا جدال ولا دعوة الأم. نعم، النهارده حلقتنا عن عيد الأم، عن الأم يا حبيبتي. واحنا ما لقيناش أم أحلى منك عشان ربنا ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. حضرتك كلمينا، حضرتك مش أول مرة تغني لعيد الأم، غنيتي لعيد الأم حاجات كتير. ما فيش كلام، ما فيش كلام. النهارده الفنانة القديرة جايبة لنا هدية جميلة معاها، فيديو كليب لأغنية هي صورتها من زمان، سجلتها وما عرضتهاش قبل كده. تعالوا نشوفها مع بعض ونرجع تاني.